طب اذا كانت ملامح الشخصيه الخارجيه كده، لكن واضح كمان انك انت كنت من جواكي بيسموها مهيئه للدور او عايشه في الدور. انا اظنك حتى ما انفصلتيش عن الدور ده في الواقع، يعني انت مروحه كنت بتروحي لنفس الكاركتر ده، ولا كنت بتقدري تنفصلي وترجعي تاني بعد للاسف كده؟ كنت بعمل خناقات كتير في البيت وفي كل حته، فكانوا دايما يتريقوا عليا يقولوا لي يا جماعه ما حدش يكلمها دلوقتي لان هي دنيا مش ندى. هي الشخصيه القويه مش الشخصيه الطيبه. اه طبعا اثرت عليا، وكانت مأثره عليا لفتره قريبه.